السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اللي بيحبوا العروض واللي بيستنوا اللقط واللي بيحبوا كده يجيبوا الحاجة بسعر ما حصلش، الفيديو ده بتاعكم يا جماعة. جايبالكم النهاردة افخم انواع السجاد. عايز اقولكم كمان حاجة قبل ما اكمل كلامي، ان الفيديو ده اسعاره مش هتتعوض، عمرنا ما هنعوضها تاني. السجاد ده لما هيخلص على السعر ده، حتى المكان اللي احنا بنصور فيه مش هيقدروا يجيبوه بنفس السعر ده تاني. فانا بقولكم نصيحة لوجه الله، اللي يشوف الفيديو ده لو تعرفوا حد محتاج سجاد عروسة يعني بالله عليكم يا جماعة فيدوا بالفيديو ده، لان في سجاد هيطلع تحفة جدا، تقيل جدا، قيم جدا، اللي هو بيتعرض قدامكم ده هناخده ب 600 جنيه و 650 جنيه. سجاد تحفة، السجاد ده لو اتباع دلوقتي ما يتباعش اقل من 1500 جنيه، ولو جه هيجي بكده فعلا. ايه الحاجات الحلوة دي وايه التحف اللي بتتعرض قدامكم دي يا جماعة؟ يا ترى يا شيماء بتصوري منين؟ فرحة كبيرة، رجعنا تاني نصور عند استاذ توني من معرض توني للسجاد. طبعا بداياتنا كانت مع استاذ توني، استاذ توني كان بينزل بفيديوهاته يهز اليوتيوب كله يا جماعة، والله كانت التجار بتيجي تحمل عربيات من الشغل ده. استاذ توني رجع يصالحنا بقوه، باسعار بيتحدى بيها السوق كله، وده رزقنا ورزق متابعيني حبايبي. وزي ما بقول لكم ما بحبش اقول متابعيني لانكم اخواتي. فطبعا زي ما انا قلت لكم الفيديو ده ما ينفعش يتفوت، لازم اول ما تشوفوه تروحوا تاخدوا السجاد ده على طول. كمان معانا ايكيا الاصلي، مش اللي هو الكمبيوتر، لا، سجاد زي السجاد الحرير عادي، وسعره برده بسعر الجمله. معظم السجاد اللي احنا هناخده النهارده بسعر الجملة، بس استاذ توني بيقول لكم لما هيخلص مش هيقدر يبيعه لنا بالسعر ده تاني يا جماعه، لان انتوا عارفين تغيروا الاسعار. اسمعوا كده السجاد اسعاره ايه وهرجع لكم تاني. السعر بدل 950 675. انا مسكت دماغي على طول. 675 جنيه. الاسعار ديت بنسمعها من 3 4 سنين، الاسعار الجديده مش كده خالص، بس احنا بناخد خصومات على حاجات بقى. ما شاء الله 675 جنيه السجاد اللي انتوا شفتوه ده ب 600 675 جنيه. تحفه 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 تحفه، لونها اصلا جميل، النقشه بتاعتها حلوه. دي برضو ب 600 جنيه. 600 جنيه؟ دي ب 600 جنيه. ايه يا عم الاسعار دي؟ مالناش دعوه بقى بالكلام اللي احنا عمالين نعمله ده، مالناش دعوه. 600 جنيه يا جماعه السجاد القمر ده. شفتوا بقى يا جماعه زي ما قلت لكم روحوا بسرعه، استاذ توني ما حددش وقت للفيديو للعروض، استاذ توني قال حتى نفاذ الكميات، لانه قايل الشغل ده لما هينزل بالسعر ده مش هيقعد حتى عند المستوردين، الشغل ده سعره اعلى من كده دلوقتي. فدي حاجه لقطه زي ما قلت لكم، حاجه جايه لنا على طبق من ذهب. شايفين خامات السجاد عامله ازاي يا جماعه؟ ما شاء الله سجاد تقيل ما تقدروش تشيلوه ب 600 جنيه في الزمن ده. فاول ما تشوفوا الفيديو بسرعه روحوا يا جماعه خدوا السجاد، نصيحة لوجه الله بجد الفيديو ده. وطبعا في ميزة تانية غير الأسعار وغير الخامات الحلوة، الأذواق المميزة الراقية الشيك. انتوا هتشوفوا النهارده سجاد مختلف تماما عن اي سجاد شفناه قبل كده، وكمان في حاجات مش هتبقى موجوده في اي مكان تاني يا جماعه، وهتسمعوا الكلام ده من استاذ توني واستاذ باتريك بنفسهم النهارده. سجاد مخصوص لمعرض استاذ توني مش موجود في اي معرض تاني، وبرده بسعر حلو قوي قوي يا جماعه. عايزه اقول لكم ان السجاد كله تقريبا كده، احنا مش عاملين عرض على سجاده او اتنين او ثلاثه، لا، انتوا هتشوفوا سجاد سعره معدي ال 1600 جنيه هناخده ب 1100 جنيه، السجاد الكلاسيك التقيل القيم. طيب يا شيماء مفيش حاجات كده على قد الايد؟ فيه، عارفين السجاد اللي بيتعرض قدامكم ده بكام يا جماعه؟ ب 400 جنيه، بس انا ما بداتش بيه علشان انا مش عايزه اقدم لكم سجاد ب 400 و300 النهارده، انا عايزه اقدم لكم السجاد اللي معدي ال 1000 جنيه ناخده ب 600، ناخده ب 700، ناخده ب 800، عشان دي لقطه طبعا. بصوا يا جماعه بقى، طبعا الفيديو جميل وانتم شايفين المقدمه والسجاد عامل ازاي، دعواتكم الحلوه في التعليقات، مش ليا لوحدي اكيد، لاستاذ توني كمان ربنا يبارك له، لانه ما بخلش علينا بالاسعار اللي عنده في الوقت ده. في تجار بتخبي بضاعتها دلوقتي، في تجار تطلع تعمل عرض على نوع او نوعين من السجاد وتخبي باقي الانواع، وده فعلا ما حصلش النهارده ولا هيحصل. وان شاء الله زي ما قلت لكم دايما هجتهد ان انا اجيب لكم افضل سعر واحلى الاماكن اللي تشتروا منها. وبجد استاذ توني يعني رجع لنا تاني، انا عارفه ان رجوعه كده هيفرح ناس كتير، وان شاء الله دايما هنصور مع استاذ توني باستمرار اول ما كل يعني سجاد جديد
الجديد يوصل عنده هنصوره على طول عشان كلكم تستفادوا. بس الحقوا العروض دي، تقدروا تلحقوها برضو لعيد الام يا جماعه، فرصه للعيد، احنا داخل علينا رمضان والعيد، كل سنه وانتم طيبين. لو عروسه زي ما قلنا او عريس ما تفوتوش الاسعار دي، لان حاجات زي دي لما نلاقيها نجري نلحقها على طول. بحبكم جدا في الله، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. عنوان سنتر استاذ توني في شارع الساغه في المحله الكبرى. امشوا في شارع الساغه يا جماعه لحد يعني قبل اخره بشويه كده، هتلاقوا محل ذهب صيني اسمه هاني الاسطوره، هو معرض توني للسجاد في الدور الاول علوي على طول. وخلوا بالكم عشان في محلات سجاد تانية حواليه، ما تتلخبطوش بينها. وانا هبدا معاكم الفيديو بالعنوان وارقام التليفونات طبعا على الشاشه. اللي محتاج شحن يلحق ياخد سكرين شوت بالسجاد اللي يعجبه ويبعته على الارقام اللي انا سايبها لكم على الشاشه. استاذ توني واستاذ باتريك طبعا بشكركم جدا من كل قلبي على العروض والاسعار اللي اتقدمت النهارده، ويا رب في زياده، ويا رب دايما في خير. ويلا يا جماعه بقى فيديو الفرحه بجد وفيديو العظمه النهارده من سنتر استاذ توني. بسرعه الحقوا الحاجات الحلوه دي واتفرجوا على الفيديو، ما تنسوش اللايكات عشان كل الناس تستفاد من العروض الحلوه دي. يلا بينا. فيديو جديد يا جماعه من شركه توني للسجاد. استاذ توني ظهر معانا تاني بعروضه الحلوه اللي هتكسر الدنيا ان شاء الله. طبعا احنا كنا متعودين من استاذ توني على عروض، الناس ما كانتش بتبقى مصدقه ان اسعار السجاد كده في المحله عند استاذ توني. ورجعنا تاني عشان نكمل مشوارنا مع استاذ توني ونشوف الاسعار الحلوه اللي دايما يقدمها لنا. استاذ توني ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الناس هتتبسط جدا بزور حضرتك تاني على اليوتيوب. احنا كنا يعني عاملين الموضوع كده تحدي، وكانت التجار بتيجي من كل محافظات مصر، فعودا حميدا كده يا استاذ توني نورت الدنيا. النهارده في عروض قويه حضرتك قلت لي باذن الله. ماشي يا جماعه، نقول لكم العنوان فين نفكر الناس، وبعدين هنطلع فوق بقى المعرض ما شاء الله نتفرج على كل السجاد اللي هيبقى عليه عروض كمان. عنواننا في المحله الكبرى في شارع الساغه. استاذ توني قول لنا هاني الاسطوره بتاع الذهب الصيني بجوار جورج مشيل. بجوار جورج مشيل محل ذهب جورج مشيل، امام اسحاق ميخائيل، وامام اسحاق ميخائيل محل ذهب. هو المحل الدور الاول علوي فقط. ماشي يا جماعه، بصوا هو هنا محل الاستقبال استاذ توني اهو، وبعدين فوق الدور الاول فقط عشان بس ما تتلخبطوش بين المحلات وبعضها، هو بس في الدور الثاني بس يا جماعه. تمام كده؟ ماشي 100 100. طيب نبص بص على السجاد هنا ولا نطلع فوق الاول؟ ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا جماعه، طبعا هنا الحاجات اللي على قد الايد بقى، الاسعار اللي هي اللي في المعقول. ماشي. مثلا في سجاده، ايوه دي الاواخر بقى. ماشي، دي سجاده 2 في 3. ماشي، دي في اخر قطعه. اخر قطعه دي السجاده بدل 1100 جنيه عامله 650. طيب 2 في 3 ب 650، بس دي اخر قطعه يا جماعه اللي يلحقها. ماشي تمام 100 100. برضه حاجات زي النساجون الشرقيون زي ديت معمول عليها عرض من 1200 عامله 1000 جنيه. 1000 جنيه النساجون. ماشي 2 في 3. في حاجات بقى ثانيه زي ديت اشكال وموديلات بكل الالوان بكل المقاسات. طيب كل دي يا جماعه بتبقى اواخر القطع، فبيتهودوا فيها يعني، اللي عايز حاجه يجي ياخدها منها. ماشي نطلع فوق بقى نشوف السجاده اللي انتم مجهزينها لنا. ماشي يا جماعه يلا بينا نطلع الدور الثاني في شركه توني للسجاد ونشوف العروض الحلوه. طلعنا يا جماعه مع استاذ توني المعرض ده، كان وش الخير علينا استاذ توني هنا. الله يخليك، منور الدنيا. الله يخليك، اهلا بحضرتك. الحمد لله، تفضل. ماشي، بصي هنبتدي مع بعض كده بسم الله على طول. هنبتدي بسجاده زي دي كده. تمام، دي سجاده طبعا تقيله. ايوه ماشي يا استاذ توني، اذواق التحفه بقى يا جماعه. جميله، الله، خامه تقيله، الله ما شاء الله. عامله 1100 جنيه. 1100 جنيه 22. ماشي 160 في 22. لسه استاذ توني كان بيقول لي خفيفه موجوده ممكن هنا نقدمها عامله 600 و650، انما دي حاجه تقيله. تقيله دي حاجه تقيله. ماشي يا جماعه، بصوا استاذ توني بيقول مش مهم السجاده تكون زايده مثلا 100 جنيه، حاجه بسيطه بس تاخدوا خامه، مش كل شويه تغيروا سجاد، يعني سجاد للعمر وبرده الاسعار على قد الايد. لو عايزين حاجات سعرها قليل برده موجود، بس دي في حاجه ب 400 جنيه. دي ب 400 جنيه. ماشي، دي اللي هي كمبيوتر يا استاذ توني. ماشي، حلوه برده كده يعني، في ناس كتيرة بتحبها. ولا دي النساجون؟ النساجون دي النساجون. ماشي يا جماعه، دي ب 400 جنيه، دي برضو لقطه وسعرها جميل. 160 في 2.25. حلوه قوي. ماشي الله ينور. دي الوانها اللي ب 400. طب ده لقطه، دي لقطه النهارده برضو. استاذ توني بالنسبه له دي عاديه يعني، فاهمين؟ هي بالنسبه لنا حلوه برضو يا جماعه، بس الزبون لما يطلب حاجه يجيها. بس احنا لسه هنتبهر بالتحف، لسه هنتبهر بالتحف. ماشي 100 100. انا شايفه سجاد كده خطير. في من دوت لونين لسه كمان هوريهم لك. ماشي يا باتريك. ماشي يا جماعه،
طبعا بقى الاذواق الراقيه اللي مش زحمه السيمبل ناس بتفضلها طبعا. ماشي. دي برضو النساجون. لونها جميل. دي برضو ب 400 جنيه ما شاء الله يا جماعه. كل الناس بتباعها ب 550 وب 650. بصوا سجاده سجاده. بس احنا بنباعها بسعر المصنع مش بالجمله كمان. سعر مصنع ب 400 جنيه. هي 100. طبعا يا جماعه انتوا بتتفرجوا على الفيديو اكيد مبسوطين باللي بيحصل النهارده ولسه اللي جاي احلى. بصوا يا جماعه السجاده اللي ب 400 جنيه دي 100. تسلم ايدك يا باتريك الله ينور. ماشي يا جماعه. في برضو السجاد الجديد. في سجاده جديده مطلوبه جايه النهارده مخصوص. ماشي. سجاده ايكيا بصي عليها كده. ماشي هنشوف سجاده ايكيا يا جماعه موجوده اهي. ده في بنات مهبوله على سجاد ايكيا ده. جايبينه مخصوص عشان لا يعني دايما بيتحط في المطابخ اكتر حاجه. ده سجاد جميل. ايه ده هو ده مش الكمبيوتر؟ لا ده مش الكمبيوتر. ده ظهر سجاد. بصي سجاده دي مش كمبيوتر يا جماعه دي سجاده اصل انا كنت بشوف منها كمبيوتر كده. في بقى رخيص منها بس احنا برضو بنقدمها بسعر رخيص. ديت بدل 750 مقدمينها ب 500 جنيه. 500 جنيه بس سجاده زي الخامات دي يا جماعه مش كمبيوتر. دي الايكيا الاصلي. دي بقى تتحط في ليفنج وفي غرف عادي. بص يا جماعه القايم بقى اللي الناس عايزاه. ده الشغل القايم. دي سجاده يعني بفروه كده بوبره حلوه جدا ما شاء الله. حرير يا جماعه ناعمه. ماشي نخش بقى في الشغل الجديد باسعار مستريحه. والتحف اللي هناك دي عايزين برضو يا باتريك نشوف. ده في الاخر بقى نخلينا بقى في الحاجات دي في الاخر. طيب هنشوف الحاجات اللي في المعقول اللي هي يعني في المتناول. ماشي بصوا السجاده دي. طيب دي هتبقى سعرها كام معانا؟ نخليها في الاخر بس نشوف بس بقيه الرسومات. طيب نشوف رسوماتها والوانها. دي طبعا بيبقى موجود منها 160 في 2.25 و2 في 3 كل حاجه. ماشي كل مقاساتها موجوده. بس طبعا يا جماعه احنا مش بنعرض كل السجاد احنا بنعرض يعني قطعه او قطعتين لكن الكميات موجوده طبعا. ده احنا لسه بنسخن بس احنا انا بقول لهم لسه هتتبهروا بالتحف بالتحف. بصي ماشي كده لونين. ماشي لسه في كتير قوي. تمام بس عايزين نوريكم العينات. طيب كل مقاساتها موجوده وكل درجات الوانها موجوده. عايزين نبيتي موجود، عايزين كافيه موجود، المنت موجود، الموف موجود، كل الالوان موجود. اي 100. السجاده دي بقى بكام؟ ايوه من 850 نازله ل 600 جنيه. 600 جنيه 600 جنيه بسعر مصنعها يا جماعه. الله ينور الله ينور يا استاذ توني. لا احنا راجعين بقوه بقى. احنا راجعين بقوه بقى المره دي. ده يعني بصوا ده مش جمله ده مصنع. سعر مصنع. اول مره بعرض سجاد بسعر المصنع النهارده 100. طبعا لازم رجوعنا يكون مميز يا جماعه ما شاء الله. حلوه قوي قوي قوي. بصي برضه السجاده دي الحاجات دي بقى الجديده بقى. ماشي دي لسه لاقيها النهارده. اللي عايز يلحق سجاد عيد الام يا جماعه في العروض الحلوه دي يلا فرصه. السجاد ببلاش. الحاجات دي مطوله معانا لاخر الشهر. ماشي لاخر الشهر كمان. لحد اخر شهر 2 كمان. ماشي. مش اخر شهر 1. ده الجديد بقى. حلوه قوي دي. ده حرير يا جماعه. ماشي. بصي طيب. كده. ماشي. الله دي خطيره. شوفوا الالوان وجمالها. حلوه الرصاصي اصلا كل الناس بتبقى عايزه الرصاص. بصي كده معاكي دي. تحفه 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 لونها اصلا جميل. النقشه بتاعتها حلوه. دي برضو ب 600 جنيه. 600 جنيه؟ دي ب 600 جنيه. ايه يا عم الاسعار دي؟ لا مالناش دعوه بقى بالكلام اللي احنا عمالين نقوله ده. 600 جنيه يا جماعه السجاد القمر ده 100. معلش انا بقول له ازاي؟ عشان العوده بقى. حلو قوي يا جماعه ايه رايكم؟ يعني سعر المصنع مش بسعر الجمله زي ما بنقول. وده ان شاء الله هيبقى عنوان الفيديو بتاعنا الجميل ده. دي برده 600 جنيه. ولايك للفيديو الجميل ده ما تنسوش يا جماعه. ولسه هنشوف زي ما بقول لكم ايه العظمه هتيجي بعد شويه. السجاده اللي انا يعني في شايفين تاني سجاده من هناك دي انا هتهبل عليها اللي هي هناك دي. دي يعني بصوا واخده عقلي وقلبي وانا واقفه كده السجاده دي. بصوا الجمال. لسه هنشوف بقى التحف دي كلها دلوقتي. ماشي. ايه رايكم يا جماعه في الاسعار؟ احنا لسه في الاول بس مبهورين. بس مبهورين. الله الله الله. كشميرات بقى اللي لا غنى عنها. كلنا عندنا في بيوتنا كشمير واي عروسه دايما تدور على لون الكشمير. ماشي نطلع الشغل العالي بقى. نخش بقى على الشغل العالي بس بسعر رخيص. طيب كويس 100.
دي برضه هتبقى ب 600. كل ده انا بحسب دي حاجه تانية. لا لا كل ده ب 600. انا قلت دي 600. طيب انا على سنه بسيطه بس ما شاء الله يا جماعه. شوفوا يا جماعه ب 600 جنيه حاجات عامله ازاي. ايوه يا استاذ توني. بصوا يا جماعه بقى العظمه اللي هتحصل دلوقتي والسعر اللي هنسمعه. بصوا يا جماعه السجاد كل الصف ده كده 675. ماشي. بصوا الله. بص بقى دي وهي كانت دلوقتي كانت محطوطه. رحت عليها وشاورت لهم عليها قلت لهم السجاده دي خطيره. بصوا يا جماعه من غير ما تتفرد انا بحس بالحاجه الحلوه. تحفه 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 تحفه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه السجاد ده بقى انتوا لسه طبعا احنا مبهورين بجماله بس لما تسمعوا سعره انتوا هتيجوا تبيتوا على باب السنتر تحت بكره. بصوا يا جماعه الله الجمال. الخامات بقى التقيله يعني. بصوا مش بصوا بصوا يعني السجاده ما تقدروش تشيلوها. بصوا يا جماعه تقيله السجاده والله العظيم. احنا واخدينها بخصم وبنبيعها بخصم. ماشي تمام كده. الله على الاذواق الله على الاذواق. بصوا الاذواق عامله ازاي يا جماعه. اذواق رقيقه بقى ما تبقاش عامله زحمه في المكان. بصوا تحف تحف تحف. تتخضوش انتوا لما هتسمعوا السعر هيجيلكوا صدمه دلوقتي. بصوا الجمال الله ينور. دي 160 في 2 وربع. دي اخر بقى حته. ماشي ندوم السعر بقى. تمام السعر بدل 950 675. انا مسكت دماغي على طول. 675 جنيه. الاسعار ديت بنسمعها من 3 4 سنين. الاسعار الجديده مش كده خالص بس احنا بناخد خصومات على حاجات تانية. ما شاء الله ما شاء الله. 675 جنيه السجاد اللي انتوا شفتوه ده ب 600 675 جنيه. والسجاد ده مش موجود عند حد. مش موجود مش موجود عند حد. السجاده ده جميله. باتريك باتريك صح؟ ايوه. ممكن تحط لنا السجاده دي. بصوا يا جماعه دي يا بخت اللي هتلحقها. تحفه ما عادش بقى موجود. تحفه 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 ما شاء الله. دي اللي يلحقها بقى يا جماعه دي يا بخت اللي هتلحقها. ولما تفرشيها بقى افتكري انها كانت عجباني. ما شاء الله 675 جنيه. يعني نقول ايه ده بسعر السجاد الشعبي يا جماعه. نقول فيديو الفرحه ولا فيديو العوده ولا فيديو العظمه. ايه رايكم نسميه النهارده؟ 100 100. طيب نشيل السجاد ده ونرجع لاستاذ توني نشوف العظمه اللي بعدها هتكون ايه. استنونا المرحله اللي بعد كده اللي كده او ليفل ليفل تاني شويه. السجاد كان ب 1100 و1150 بس انا لغايه 850 جنيه. سامعين؟ 850 يا استاذ توني يا استاذ توني. 850 جنيه 850. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه. احنا اما باتريك قال لاستاذ توني احنا هنطلعها ب 850 قال له اصلا يعني خساره بس مش مشكله. مش يا استاذ توني ربنا يبارك لك. الناس هتفرح بالفيديو ده جدا جدا جدا. الله يخليك. الله الله حاجات جميله. يعني بص انت ايه الجمال ده. الله ما شاء الله. ده التقفيل ده جلد. بصي الخامه بصي الفتله. اللي محتاج سجاد او مش محتاج اوعوا تفوتوا اللي بيحصل النهارده ده. 850 في خامه زي دي سامعين. بصوا يا جماعه سجاده تقيله عظمه. سجاد العمر. مش هنفرشه سنه واتنين ونغيره. لا 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 لا. بصوا بقى القمر اللي جايه دي. بصوا القمر دي لونها برده تحفه وفيها الوان كتير. 850 السجاد اللي بيتباع ب 1000 و2000 واصلا ما عادش الاسعار دي دلوقتي. خلاص انتهت. أيوة. الحاجات ديت انتهت. هي اللي يلحق يعني متهيألي حتى لو انتوا فكرتوا تشتروا مش هتشتروا بالسعر ده. لا 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 لا. ايوه هنشتريها ب 1100 1150. ايوه دي رزقنا بقى يا جماعه رزقنا. الحقوا بقى الناس اللي بتبقى عايزه العروض الحلوه دي اول ما تشوفوا الفيديو الحقوا على طول لان مش هنلاقي الكلام ده تاني. انا بقول لكم الكلام ده. ماشي 100 100. فاصلا مش قادر يشيل السجاده من تقلها. تقيله تقيله. والالوان كمان تحف. بصوا الالوان جميل يا جماعه. استاذ توني بيحتفل بينا النهارده فانتوا استغلوا بقى الاحتفال ده. الله يخليك الله يخليك ربنا يوسع عليكم. ماشي يا جماعه. ماشي دي كمان يلا ب 850. بصوا يا جماعه الله الله على لونها ولونها والوانها الراقيه. بصي كده الخامه والتقفيل. بصوا السمك. بصوا يا جماعه السمك. بصوا السجادة ما بتتنيش السجادة ولا أي حاجة. هي كده على الطبيعة. هي على الطبيعة. دي هتبقى ب 850. 850. ليه الحق بقى خلاص بقى مفيش الأسعار دي تاني. والله العظيم هو هيخلص كده. أستاذ توني بيقول السجاد ده مش هيقعد. أيوة مش هيقعد. 850 إيه يا جماعة. بصوا
ماشي. بنتحدى اي حد يلاقي الماركه دي ماشي يا جماعه. شهريار ب 850 يا جماعه. بصوا يا جماعه بصوا السجاده عامل ازاي. مش هتكلم بقى، انتوا بقيتوا بتقدروا الحاجه الحلوه وفاهمين. لازم تيجوا بكره بسرعه، لازم تيجوا بكره بسرعه. محتاجين سجاد او مش محتاجين، عروسه فرحك لسه مش دلوقتي، اوعي تفوتي الفيديو ده، هتندمي هتندمي. جميل جميل، ولا دي قمر جدا، سجاد تحفه. ماشي مية مية، نشيل بقى السجاد ده ونخش للليفل. المرحله دي مرحله حاسمه، المرحله الحاسمه دي لك يا بقى. ولسه في كمان احنا لسه بس احنا هنعلي برضه في احنا لسه هنوصل لليفل الوحش. لا في ليفلات مش هتلاقيها بره خالص. ماشي يا جماعه، بصوا يا جماعه العظمه اللي هتحصل دلوقتي كمان. يعني احنا في كل مرحله نقول لا خلاص كده نتبهر اكتر. بصوا القمر دي بكل الوانها، احنا بنعرض لكم دلوقتي كل المقاسات ال 160 في 2.25، وبعدين هنعرض ال 2 في 3. دي سعرها هيبقى مفاجاه، بس اتفرجوا على الوانها. ايه رايكم في الفيديو القمر ده؟ مبسوطين ولا ايه؟ اكتبوا لي في التعليقات. بصوا الجمال، الله يا خراسي يا خراسي يا خراسي يا خراسي. ايه اللون ده؟ ايه اللون ده؟ بصي دي بقى، ديت بقى حاجه. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. لا لا في حاجات كده هتخطف يعني، دي برضو زي التانية اللي قلت لكم عليها كده، كلهم بصراحة حلوين. واحدة واحدة. ماشي. ما شاء الله يا جماعة، سجاد جميل، سجاد تحفة. ده السجاد الأصلي، عايزة أقول لكم إن ده الأصلي، يعني حاجة اللي إحنا بنجيبها مثلا تقعد عندنا 20-30 سنة. آه حاجة مضمونة. بصوا الحتة القمر دي، مقتنيات. حاجات جميلة مية مية، ما شاء الله. سجاد تقيل برضو، سجاد مميز، والسعر بدل 1450 نزل ل 925 جنيه. لا تعليق، 925 جنيه. كده كله فيه كل المقاسات، كل المقاسات وكل الكميات اللي ما شاء الله. والكميات موجودة يا جماعة، 925 جنيه. سجاد تقيل. ثانية في سجادة كمان، معلش ماشي ماشي وريها لنا. الواحد مش لاقي كلام يقوله على اللي بيحصل النهارده ده. طبعا دلوقتي اي حد هيعرض سجاده هيبقى فوق ال 1000 جنيه، فالنهارده كل الاسعار اهي تحت ال 1000 على حاجات عظمه. بصوا القمر، طب كويس ان انت ما نسيتش دي، ده دي جميله. دي برضو نفس السعر، دي نفس السعر. انا عايز اخد السجاد ده كله، انا ماشي ما شاء الله. لا ربنا يهني اللي هيجي ياخده برضه. تسلم يا استاذ توني، الله ينور، حاجات جميله جدا. طيب الواحد يعني مش هاين عليه يروح يقول لكم هنروح ونرجع عشان عايزين نتفرج على السجاد ده، بس هنضطر عشان اللي لسه جاي احلى برضو. استنونا يا جماعه وحطوا لايك. وصلنا الليفل الوحش ولا لسه؟ يعني قربنا قربنا. ماشي يا جماعه، استمتعوا بالحاجات القمر اللي بنشوفها النهارده دي من سنتر استاذ توني. بصوا يا جماعه، اه الواحد عايز يقوم مرمي على السجادة هينام عليها. السجادة دي كمان بتبقى الوانها بتاعها درجة من هنا ومن هنا درجة تانية. عاجبني الاذواق، الاذواق كمان قيمة وراقية، حاجة كده شيء. دي حاجات 2024 2023 بنصفي فيها خلاص. ايوه ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة. بصوا هي من هنا غامقة، لو رحنا الناحية التانية هنلاقيها فاتحة. بصوا درجة اللون دي كمان. ايه القمر ده؟ ايه السجادة القمر ده؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ يا مرزقين يا محظوظين. بصوا بقى الكشمير بتاعتها كمان، بصوا الكشمير حلوه جدا وتقيله بقى، يعني شوفوا اللي احنا شفناهم قبل كده كانوا تقال ازاي، دي اتقل واتقل. ايوه دي الرسمه الثانيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي معاكي لون ايه؟ من هنا فاتحه شويه كده، بصي كده بتكب يا جماعة. بصوا بصوا غمقة تاية شوية، السجاد بيكب الناحية دي بلون والناحية التانية بلون. هي نفس النوع بس نقشات مختلفة، بس نفس التقل. خطيرة خطيرة برضو، مية مية. ماشي، كل درجات الألوان موجودة برضو اللي انتوا عايزينها، كل حاجة موجود ألوانها، احنا بنعرض بس عينات. ماشي مية مية. كحلي كمان. طبعا كل سجاده بنعرضها موجود منها الاتنين في تلاته بتاعها، كل حاجه موجوده. ايوه دي بس ال 160 في 2.25. نبيتي كمان،
مية مية ما شاء الله. عايزة اوريكم برضو سمك السجادة يا جماعة من الجنب كده، تشوفوا السجاد قد ايه ما شاء الله. بصوا السمك يعني السجادة عالية، الوبرة بتاعتها من الجنب ازاي. ماشي، دي بقى درجة جديدة. زي كافيه كده في بيبي بلو. يعني مختلفة عن دي يا جماعة، دي اغمق. دي برضو كحلي بس لسعة تانية. طيب تمام ما شاء الله، حاجات راقية جدا. النبيتي كمان بتاعتهم، دي رسمة تانية برضو. ماشي، الله على السجاد. الله، بص كمان يا باتريك الالوان، التصميمات ديت من تصميمات 2024 يعني مش حاجات منتشرة. لا مش هتلاقيها. يعني الواحد برضو ايوه تيجي تاخد السجاد دوت. ايوه فعلا، هقول لك كل الناس عندها سجاد شبه بعض، انما السجاد ده سجاد مميز. ده دي حقيقة، دي حقيقة، سجاد مميز يا جماعة، سجاد مميز. يعني بصوا السجادة قيمة راقية. ماشي ما شاء الله، حلوة جدا برضو دي. السجاد ده بعمل كام؟ ايوه ده 1100 جنيه. 1100 جنيه بدل 1600 جنيه. بدل 1600 جنيه، يعني السجادة نازل من سعرها 500 جنيه. ما هو الناس بتحط فوق سعر المصنع 500 جنيه، احنا ما بناخدش فوق سعر المصنع اي حاجة. والله احنا بنبيع بسعر المصنع ما شاء الله. 1100 جنيه يا جماعة السجاد ده النهاردة سعره 1100 جنيه. يعني كده العروسة لو هتفرش الشقة مش تتكلف حاجة وتبقى فرشت أفخم حاجة. بصي في طبقات، في طبقات، في من أول السجادة، معلش في ناس بتقول لك ب 350 جنيه و 390 و 400، بس السجاد دوت ما بيستحملش أول غسلة هتلاقيه شقق معاك. الناس فاهمة، بس السجاد دوت ده حاجات قيمة، احنا بنهتم أهم حاجة بالخامة وبالديزاين. أيوة ما شاء الله. يعني معلش في الحزام دوت، في الحزام الجلد اللي بيثبتها، بصي بصي لما بنتنيها بيبقى كثافته قد ايه. أيوة. بصي كده السجاد اللي هو بيبقى الاقل بيشقق بيشقق، انما دوت معلش انا بتنيها اهو في زيها ما بيحصلهاش اي حاجه ما شاء الله. بيجرالهاش حاجه ما شاء الله يا جماعه، اللهم صل على النبي. ايه رايكم يا جماعه؟ طيب احنا عايزين نقول للناس العروض دي هتفضل مستمره لحد امتى، عشان في اي وقت بيشوفوا الفيديو لحد نفاذ الكميه. لحد اخر شهر 2. ماشي يا جماعه، يعني بصوا احنا نقول اللي يشوف الفيديو ده بقى يجي بسرعه يعني عشان يلحق. ايوه ماشي يا جماعه. طيب لان احنا بنقول لو السجاد ده جه بعد كده يجي بسعر اغلى، فاحنا ضامنين. ماشي، كميه موجوده، بس المشكله ان الحاجه ديت لو خلصت والناس جت متاخر هتيجي تاخدها بالسعر الجديد. طيب تمام ماشي يا جماعه، احنا بنقول اهو اللي يشوف الفيديو يجي على طول، لان طبعا فرص يعني بالتقل ده وال يعني الجوده دي ففرصه طبعا. ماشي، لسه هنروح لمرحله تانية عشان نشوف الليفل اللي بعد كده او المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه. هنفرد بقى الحاجات الكلاسيك الجامده قوي. ماشي، بصوا بقى السجاد اللي احنا نروح نقف عنده وما نشتريهوش عشان بنخاف من سعره، لا هنا جالنا هنا هنشتريه يا جماعه، هنا هتشتروه. في ناس كده بتبقى قاعده على اليوتيوب مستنيه اللقط. الحاجات دي لقط فعلا. ايوه لقط، فالناس هتقدر قيمه الفيديو ده بالذات وبالتحديد. اول بقى ما تشوفوه الناس اللي عايزه شحن تاخد سكرين شوت بسرعه من الحاجات اللي هي عايزاها، لان اللي هيلحق سجاده يا بخته. بص الله، جميلة جدا 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 السجاد تحفة. ماشي، هتبقى بقى مودرن، منها مودرن وكلاسيك. يا خراشي على الجمال، يا خراشي على الجمال، ايه التحف دي يا جماعة. بصوا السجادة شكلها عامل ازاي، كأنها طابلو، كأنها لوحة فنية. ايوه فعلا. يا صلاة النبي ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله. طبعا برضو بتكوب، يعني احنا لو رحنا من هناك هتلاقوها افتحت. ماشي، بص اللون القمر ده كمان، ايه القمر ده؟ ايه السجاد القيم ده؟ ده يدي في الشقة كده احساس الفخامة والتحفة. الواحد بقى يكون مروق الشقة كده وبعدين بقى يبخر بقى. عارفين الاحساس الجميل ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ ولا الالوان، بصوا لا هوريكم بقى عن قرب يا جماعة تداخل الالوان. يعني السجادة تحسوا انها داخل فيها الوان كتير، بس في النهاية سيمبل برضو. جميلة جميلة جميلة. موجود منها كل الوان. طب هيختاروا ازاي بقى دلوقتي؟ هما يجوا بقى ويشوفوا على ارض الواقع. ماشي، بص يا جماعه يا خراشي، يا جماعه اللي يشوف الفيديو ده يلحقوا، لان دي كده ايه اقول لكم، ايه عروض او لقط او نسميها ايه يا باتريك، نسمي الفيديو ده ايه؟ البيع بسعر المصنع. ايوه، اي لقط في الدنيا اللي واحد لو حد نفسه في حاجه يجي واحنا نحققها. ماشي 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 يا جماعه، طبعا انتم اكيد فاهمين اللي بيحصل ده والاسعار اللي بتتقدم. وعايزه اقول لكم حاجه، ان السجاده دي سعرها هيبقى دلوقتي مفاجاه كبيره. احنا مش بصوا السجاده انا مش هقدر اشيله، ما اقدرش ارفع لكم السجاده من تقلها. السعر بقى يا استاذ باتريك
ايوه ما تفكرش كتير. هنضحي بقى. نضحي. بدل 1650 1150. 1150 جنيه. يا رب العالمين. مفيش كلام بعد كده خلاص. احنا كنا قلقانين من الاسعار الجديده ويا ترى هنعرض سجاد باسعار ايه. انت رجعتنا كده سنتين ثلاثه ورا بصراحه. ثلاثة. بصي والكلام ده كله في منه فين في ثلاثه واثنين ونص ثلاثه ونص ومشياته كلها موجوده. كل مشياته يعني يا جماعه. ايوه نفس المشيات اللي اتعرضت. نفس الشرايط موجوده اهي. لو عايزين توفقوا بقى للشقه كلها نفس الاشكال موجود. ايه القمر ده؟ سجاد جميل ومش مش منتشر. مش منتشر يا جماعه. دي الميزه. صعب تلاقوه بره خالص. ايوه حلو قوي. طيب نروح بقى المرحله كمان. ماشي. ماشي يا جماعه استنونا عشان لسه برضو اللي جاي احلى. ماشي يا جماعه هنعرض بقى السجاد الاثنين في ثلاثه. نعرض بقى عشان الوقت قطعه من كل موديل بسعرها. ماشي. لكن كل سجاده هتتعرض موجود منها الوانها وفي منها برضو كل المقاسات. ماشي يا جماعه. بصوا يا خراشي. لا احنا هيجرالنا حاجه من الفيديو ده. الفيديو ده كده كتير علينا. بصوا السجاده منظرها عامل ازاي يا جماعه. بصوا يا جماعه التحف. الله جميله. 1300 جنيه. ايوه بدل 1300 جنيه. هو بيقول بدل 1300 جنيه بقت كام؟ نازله ل 975. 2 في 3. 2 في 3 975. اه استناكوا هنا يا جماعه ولا اعمل ايه؟ استناكوا هنا في المعرض ولا اعمل ايه؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ دي ب 975 جنيه ما شاء الله. بصوا بصوا دي كمان. ماشي دي هتبقى سعرها كام برضو معانا؟ زيها برضو 975 يا جماعه. فرص اهي كمان الاثنين في ثلاثة. حابين نعرضه عشان ما تقولوش الاثنين في ثلاثة لا. نفس الاسعار الحلوه. الاسعار كلها هنا في المعقول. حتى الشرايط اسعارها برضو معقوله يا جماعه. ماشي تمام. ده بقى من الشغل الجديد اللي لسه واصل النهارده. ده لسه حاجه جايه النهارده كده. تمام ماشي. اثنين في ثلاثة. اثنين في ثلاثة. ماشي بقى الوانها. ما شاء الله. دي هتبقى نفس السعر برضو؟ لا دي اعلى شويه. اعلى شويه. دي هتعمل 1025. 1025 جنيه بسعر المصنع. ماشي بسعر المصنع يا جماعه. بصوا بس المنظر كده. بصوا المنظر. 1025 جنيه. ماشي دي برضو قمر جدا. دي جميله. دي هتبقى زيها؟ دي زيها. 1025 برضو تحفه. نخش بقى في الخامات العاليه. هوريكم برضو شويه عينات. هو كل ده ما كانتش عاليه ولا ايه؟ في لسه كمان. ماشي يا جماعه. ايه الجمال ده يا جماعه؟ بصوا السجاده منظرها عامل ازاي. فعلا الناس ورايا بتقول ده جميل قوي. انا بصراحه انتوا اكيد حاسين بالفرحه والسعاده اللي طالعه من صوتي بجمال السجاد واسعاره. تحفه. دي اللبني دي. بيقولوا لي اهتمي بالسجاده اللي عدت دي. طب شوف بقى اللي جايه دي. طب شوف بقى اللي جايه دي. شوفوا اللي جايه دي. يا خراشي يا خراشي يا خراشي. طبعا مش متعودين مني اقول يا خراشي. كلمه جديده اهي. الله جميله جدا. جميله. تحف تحف. الحقوا السجاد. الحقوا يا جماعه. دي احنا كنا عرضنا زيها النبيتي في الاول المقاس الصغير. دي لون الموف منها. بصي الثلاثه دولت. دولت هنمشيهم. أيوة. على 1350 بدل كام؟ ايوه بدل 1850. دول 1350 بدل 1850. بدل 1850. ما هم باينين في ايدك اهو. باينين. السجاده ما بتتشدش اصلا. ماشي يا جماعه. 1350 جنيه السجاده التحفه اللي اذواقه كمان قمر ده الرقه والشياك. هنعمل ايه تاني؟ هنروح فين؟ هنلم دولك ونوري برضو شويه الناس شويه حاجات. مش هنقدر نوريهم المعرض كله بس هنوريهم شويه عينات كده عشان يجوا. طب يلا الناس تيجي وتشوف. لا هو بص هو لحد كده كله هيجي اكيد بس لسه مكملين مع استاذ توني والحلويات اللي بتتعرض النهارده يا جماعه. استنونا طبعا يعني يا جماعه لو قعدنا طول الليل نعرض سجاد مش هنخلص. مش هنخلص. احنا هنوريهم بس شويه حاجات كده. ماشي وهم يحكموا بنفسهم. ماشي احنا خلاص حكمنا يا باتريك بقى خلاص. بصوا يا جماعه. بصوا يا جميله. انا عايزه اقول لكم ان دي مش بس كشمير في اوف وايت فرصاصي ده فيها موف فيها يعني. بصوا كشمير فاتح في كشمير غامق في موف. واخدين بالكم من الموف ولا مش واخدين يا جماعه؟ هناك اهو يعني حاجات كده خيال خيال. كل سجاده بقى من السجاد الحلو ده موجود منها كل الالوان كل الالوان كميات وكل اللي انتوا عايزينه. طيب تسلم ايدك تسلم ايدك. بصوا دي يا جمالها. كلاسيكات بقى العظمه. 2 في 3 برضو احنا عرضنا ال 160 في 2 وربع برضو ال 2 في 3 موجوده. موجود النبيتي وموجود الكشمير كل درجات الالوان. موجود النبيتي والكشمير والكافيه. جميله يا جماعه تحفه. كويس بس الرسومات تانية. ماشي بصي المعرض كله اهو بس احنا مش عارفين نفرقه ايه ولا ايه. تمام لا كده بقى بس تيجوا انتوا.
وتشرفونا باذن الله، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك. الله يخليك، انا بشكرك جدا وبشكر استاذ توني طبعا. ماشي استاذ توني، بنشكرك جدا وبصراحه سجاد راقي وسجاد شيك، بس بعدنا خالص عن سكه الشعبي، مش سكتنا، لكن برضو لو عايزين اسعار قليله موجود، بس اذواق راقيه وسجاد فخم وعظمه. بشكركم جدا، وان شاء الله لينا فيديوهات اكيد تانية، والعروض هتفضل ممتده باذن الله لحد نفاذ الكميات، مش هنحددها بوقت. ماشي يا جماعه، ماشي، بشكركم جدا. ماشي يا جماعه، طبعا فيديو انا عارفه انتوا بقى ذوقكم عامل ازاي وبتحبوا ايه، متهيألي فيديو جميل وممتع، وان شاء الله تستفيدوا منه في اسرع وقت. لله. ماشي يا جماعه، نقول لكم العنوان فين، نفكر الناس، في شارع الساغ. استاذ توني قول لنا، فوق اهالي الاسطوره بتاع الدهب السيل، بجوار جورج مشيل، بجوار جورج مشيل، محل دهب جورج مشيل، وامام اسحاق مخائيل، وامام اسحاق مخائيل محل دهب، هو المحل الدور الاول في علوي فقط. ماشي يا جماعه، بصوا هو هنا محل الاستقبال استاذ توني اهو، وبعدين فوق الدور الاول فقط، عشان بس ما تتلخبطوش بين المحلات وبعضها، هو بس في الدور الثاني بس يا جماعه. تمام كده.